بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. حلقتنا اليوم حلقة خاصة بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام حبيب سيدنا، شلونكم الآن؟ الحمد لله. مشاهدينا الكرام، برنامجنا يحتوي على مجموعة مكعبات، وكل مكعب فيه سؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول والسؤال الأول: اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ الاسم منتظر علاء فاضل من محافظة كربلاء، العمر 15 سنة، سكن جمعية. المكعب الثاني والسؤال الثاني: في أي مرحلة دراسية؟ في الرابع الإعدادي. المكعب الثالث وسؤاله: شنو طموحك العلمي؟ مهندس. بهذا المجال هم تقدر تخدم أبو عبد الله الحسين وشلون؟ نعم، طبعا، يعني من خلال الإعمار مثل بناء المستشفيات و ودور للناس الفقراء، وبذلك نكون قد خدمت الإمام الحسين عليه السلام. المكعب الرابع وسؤاله: شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ طبعا يعني شهر رمضان المبارك شهر الخير، شهر الرحمة. هذا الشهر الناس تتقرب به الله سبحانه وتعالى عن طريق المحافل القرآنية والصوم. أشكرك جزيل الشكر مولانا. مولانا خليك ويانا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس يطرح عليك السؤال ويقول: شلونك ويا الصوم والعبادات؟ الحمد لله وشكر، أنا من صغري يعني بديت بالصيام، يعني كل رمضان يعني نروح المحافل القرآنية ونحيي المحافل القرآنية، واستمرنا على هذا المنهاج، وإن شاء الله مستمرين لحد ظهور صاحب العصر والزمان. المكعب السادس وسؤاله: لو كنت أنت في يوم استشهاد أمير المؤمنين قريب عليه مثلا في الكوفة، شنو كنت تسوي؟ طبعا لكنت أول من قام بأخذ بثاره مع الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. المكعب السابع وسؤاله: شنو يعني لك أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين هو الدين بأكمله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه في يوم الغدير: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. فالإمام علي هو الدين بأكمله وباب العلم. المكعب الثامن والأخير: شنو عندك قصيدة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ سمعك أقول لك: باسمك يا حدار عالمنا النشار، طول الدهر علي يا علي، وين شارت بيدك علم وعاشق
العالم ورسمت جبهة لوح القلم وعاش العالم ومن يرف بيدك بيوم الصدام وعاش العالم والعالم باسم الإسلام النشار طول الدهر نحيا ونموت ولا علي. طيب الله انفاسك من لنا واسمعكم ربي يحفظك ويخليك بحق امير المؤمنين عليه السلام. الله يخليك. شكرا جزيلا لك مولانا القدير حبيبي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا فاصل ونعود الى ختام هذه الحلقه. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام الى مسك ختام هذه الحلقه، وبالختام حبينا نهديكم حديث من احاديث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. اللهم زكي أبداننا بحب علي بن أبي طالب عليه السلام. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله.